وينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي للحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية. أهلا بك رائد. رائد، بداية الأسواق الأوروبية نراها تتعافى بعض الشيء، تتداول ضمن نطاق المنطقة الخضراء على الرغم من تراجع الأسهم الأمريكية، ما هي الأسباب؟ يعني أعتقد أنه الأسواق الأوروبية هي ارتفاعاتها مؤقتة وبنتيجة التفاؤل بالفترة القادمة أن يكون في مجابهة أكثر لمستويات التضخم، خصوصا من قبل المركز الأوروبي الذي يقبل في 8 سبتمبر على رفعة في أسعار الفائدة، ممكن أن توصل أسعار الفائدة إلى مستويات 0.75%. النقطة الأهم أنه الاقتصاد الأوروبي لا يزال تحت ضغط كبير، وعمليات التصحيح الطفيفة التي نشهدها بالاتجاه الصاعد لا تغير من الاتجاه العام الهابط على الأسواق الأوروبية، والتي هي يعني في الفترة الماضية كانت تحت ضغط شديد إن صح التعبير بنتيجة انحسار أفاق النمو الاقتصادي، المخاوف من الركود، مقبلين إلى فصل الشتاء، عندنا أزمة طاقة، عندنا أزمة توترات الجيوسياسية، كل هذه العوامل ضغطت بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية وجود سلبية أكبر من البيانات الاقتصادية، ولكن البيانات صدرت نوعا ما صحيح أنها أقل ولكن ليست بسوء التوقعات. طب الركود الاقتصادي يعني يعتقد ويرى بعض المحللين بأنه هو السيناريو الرحيم، ما هو السيناريو الأسوأ من حدوث ركود اقتصادي؟ الركود الاقتصادي هو كتعريف، نحن بنقول أنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي نحن دخلنا في مرحلة ستاغفليشن أو مرحلة الركود. نعم. اللي هي بسبب التضخم المرتفع. أسوأ من ذلك أنه ندخل بانكماش اقتصادي ويكون عندنا ما في نمو أبدا، وإنما فقط انكماش، ونخسر من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونبدأ نخسر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. هذا ما يخشى أن يحدث، لأنه آثاره تصبح أكثر ممتدة وممكن أن تؤثر على هيكلية الاقتصاد بحد ذاته. يعني نحن يكون عندنا خروج لشركات كبيرة، ضغط كبير على قطاع البنوك، ومن ثم ندخل في حلقة مفرغة من عملية تسريح العمالة، ومن ثم انخفاض في المبيعات إجمالا، وهذا يسبب ضرر عميق ويحتاج إلى سياسات نقدية يعني شديدة ذات تأثير حاد على الاقتصاد، وبالتالي هذا لا يريده أي من الاقتصادات في العالم في الوقت الحالي. طيب بالنسبة للنفط، النفط كان على ارتفاع واليوم يتراجع بنسبة ملحوظة بعد مخاوف خفض الانتاج وتجدد أيضا الاشتباكات في ليبيا، ما هي الأسباب؟ يعني أعتقد نحن النفط حاليا تحت ضغط ممكن أن يستمر به إلى مستويات أدنى من 100 دولار للبرميل، والسبب الرئيسي في ذلك أنه في عندنا نوع من الانفتاح أو الانفراج فيما يتعلق بالطلب في الفترة الحالية. في نفس الوقت عندي إمكانية أو احتمالية دخول نفط إيراني، إمكانية أنه عودة النفط للاستقرار كمعروض مع وجود التخفيضات الحالية، يعني الزيادات الحالية في الانتاج، يدعم ذلك أنه يكون في عندي استقرار لأسعار النفط في مستويات أدنى. ولا ننسى أيضا أنه كان في عندي قوة مبالغ فيها بالدولار الأمريكي المقيم للسلع إجمالا بنتيجة رفعات أسعار الفائدة وتوقع مزيد من الرفعات، ذلك ضغط على كل السلع، رأينا الذهب، رأينا النفط، كل السلع تنخفض في الفترة الحالية، بالتالي هو مرشح إلى استقرار دون مستويات 100 دولار للبرميل لليوكي أويل. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا لك، شكرا لك.